السلام عليكم. اوكي، المرة الماضية غطينا اعطيكم بس اكزامبل. المرة الماضية غطينا اليونت كونفيرجن. اوكي، اليوم راح نكمل فيها ونبلش في شابتر 4 ان شاء الله. سامعين وشايفين ولا لا؟ سامعين دكتور، وفيش في صور في اوكي. هلا انتم كمثال على ذلك، خلينا ناخذ مثال. سمعتوا شو اسمه فوليوم فلو؟ الفوليوم فلو اليونت تبعتها ايش؟ متر كيوبيك. يلا حدا بيعرف؟ متر كيوبيك بير سكند، تمام؟ اوكي ولا لا؟ الو؟ ايوه، معدل الماده، معدل تدفق الماده بالفوليوم فلو متر كيوبيك بير سكند. اوكي ولا لا؟ معي ولا لا انتم؟ معك دكتور، معك مهندس. الماس فلو هو عبارة عن الماس فلو هو عبارة عن كيلو جرام بير سكند، تدفق ماس از اماس. واضح ولا لا؟ تمام؟ اوكي؟ تمام. إذا أنا خبرتك بدون ما تحفظ قوانين هاو تو كونكت ذا ريليشن بتوين ماس فلو اند فوليوم فلو، ببساطة الماس فلو شو يساوي؟ هسه الماس فلو قلنا شو وحدته؟ كيلو جرام ايش؟ بير سكند، صح؟ بير سكند، مضبوط؟ شو يساوي؟ الفوليوم فلو شو وحدة الفوليوم فلو؟ متر كيوبيك بير سكند، صح؟ لو ضربت الفوليوم فلو ايش مشان يعطيني كيلو جرام بير سكند؟ حدا عنده معرفة؟ او ايش؟ ضرب ايش مشان يعطيني كيلو جرام بير سكند؟ طريقة السلم اللي اخذناها امبارح. السلم هيا. هاي عندكم. انا عندي ايش؟ انا عندي اللي عندي انا، عفوا، ايوه اللي عندي انا هسه. انا عندي انا 100 كيلو جرام. عفوا. وعندي انا ايش؟ كيلو جرام بير سكند. مزبوط ولا لا؟ مزبوط. ها شو تساوي؟ يا من ايش هاي؟ يلا، في عندي انا فوليوم فلوريت ضرب ايش مشان يعطيني كيلو جرام بير سكند. يلا، الفوليوم فلوريت شو وحدتها؟ قلنا متر كيوبيك بير سكند. كيف بدي احصل على كيلو جرام بير سكند؟ ضربت بايش؟ يلا، هذا متر مكعب، صح ولا لا؟ مشان تروح معاها، مزبوط ولا لا؟ وهذا كيلو جرام، صح؟ وتروح متر مكعب مع متر مكعب شو بيعطيني؟ كيلو جرام بير سكند، مزبوط؟ تمام. اذا شو هاي ايش هاي؟ هاي الدنسيتي، صح؟ اذا الماس فلو ايكوال الفوليوم فلو ملتبلاي باي دنسيتي. يو جيت ذا ايدا ولا لا؟ تمام شباب. الو، تمام. فهمتوا كيف؟ انا عندي كيلو جرام بير سكند، بدي اشوف شو كيف، هاو كان اي جيت ذا كيلو جرام بير سكند فروم متر كيوبيك بير سكند. عادي، كيف بدي احصل عليها؟ بحط متر مكعب تحت وكيلو جرام فوق، بتروح هاي محل الصف عندي هاي زي هاي، صح ولا لا؟ اذا انا يو كان ديرايف some of equations using the unit itself. واضح ولا لا؟ واضح. طيب خلينا نرجع للسلايد. ناو عرفنا كيف انه الهوموجينيتي عنده مهم جدا في ال 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 اليونت، وهي اخذناها. قلنا احنا هسه شو تعريف الفورس بالاس اي يونت، بالسي جي اس يونت، الباسكال، الباور. طبعا الباور شو وحده الباور؟ حدا بيعرف شو وحده الباور؟ الباور جول بير سكند، صح ولا لا؟ هاي الباور، مزبوط. اوكي، طيب لو قلت لك هسه عندك انت هسه طلعوا عندي. يلا، اذا كان عندك الانرجي تساوي فور اكزامبل 4200 كيلو جول يلا بير اور، هاي عبارة عن انرجي بين ايش؟ يلا معايا تقول لا؟
معك دكتور معك. انرجي بير اور تمام. حول لي هلا وات. حولها لوات. السؤال حول لي هلا وات. الوات شو هو الوات؟ يلا شو الوات؟ حدا بيعرف؟ الوات هو عبارة عن جول بير سكند. هذا الوات. الوات عبارة عن جول بير سكند. لما تقول هسا تعمل السلم عادي هسا انت تمام؟ بتجيب تعمل سلم. انا عندي يلا معاوية لانتو شباب بنات شباب معك معك اوكي. انا عندي هنا اللهم صل على محمد عندي 4200 شو هذولا يلا ها كيلو جول بير ايش بير اور صح. شو بدي اياها؟ بدي اياها وات. الوات شو معناتها؟ جول بير سكند. بدي اشيل الواحد اور مظبوط الوان اور شو تساوي بالسكند؟ 3600 سكند. اذا الاور مع اور راحت. بعدين بدي احول ايش هسه؟ بدي احولها هسه يلا ليش؟ واحد كيلو جول شو تساوي؟ 1000 جول. اكزاكتلي 1000 جول. الكيلو جول مع الكيلو جول، الاور مع الاور، صفى عندك جول بير سكند مظبوط. اذا عندك هسه 4200 ضرب 1000 يساوي تقسيم 3600 بيطلع معك الجواب. واضح ولا لا؟ بيطلع الجواب معك 1166.7 وات. This is your answer. واضح ولا لا؟ اوكي. مين عنده question؟ الو؟ من انو عنده سؤال؟ معلش ما عندك بدي حدا يسأل. انو عنده سؤال؟ هذا عنده سؤال ولا لا؟ أعطيه السؤال هذا مهم جدا تعرف كيف. طيب now we can continue. طيب اوكي. طبعا هاي عندكم اليونتس راح تعرفوها. قلنا احنا في عندنا اس اي يونت سي جي اس يونت والبريتش يونت. طبعا اتفقنا احنا في اخر كلاس انه التيرا 10^12 الجيجا 10^9 اوكي ولا لا؟ وشو كمان عندنا؟ شوي بس ثواني. اي ثينك انه سجلت انا سجلت ولا لا؟ مسجل صح؟ اوكي. والنانو 10^9 اند سو اون. طيب اوكي يونت كونفرجن طبعا هذا حليناه ما عندنا مشكله فيه. هذا حليناه صح ولا لا؟ وهذا حولناه مظبوط ولا لا؟ وصلنا هاو تو رايت يونتس بالضبط هون. نعم سبع. وصلنا هون هاو تو رايت يونتس. يس. اول شيء بدك تعرف شغله. 5 كيلو جرام غلط. كيف الصح تبعتها يلا؟ شو الصح تبعت 5 كيلو جرام؟ فايف. بدون ترد عليه انت. جرام سمول لتر. اوكي؟ ال 10 مليمتر كيف الصح تبعتها 10؟ طب السمول 12 لتر شو الصح؟ 12 لتر. واضح؟ الكيلو جول ما بصير تكتبها انت بهاي الشكل. كيلو جرام ك الكي بالسمول لتر تمام؟ الكي ان ذا سمول لتر. واضح ولا لا؟ الكي ان سمول لتر. تمام ولا لا؟ اوكي؟ In almost all cases, leave space between the value and the unit. دير بالك. يعني 10 متر بالطريقة هاي غلط. ليش؟ It should be like 10 space meter. The same thing for 298 Kelvin. This هذا غلط. لازم يكون 298 space Kelvin. The same as this.
you have to be careful. إذن أول شيء be careful about the letter itself. Either it's small letter or capital letter. دير بالك. مثلا الوات. هسه السؤال اللي حلينا الوات كيف اكتبها؟ وات هيك. مش small letter. You understand? Okay. مثلا بتقول هسه 5 كيلو وات. شفت كيف؟ K small letter. W capital letter. واضح ولا لا؟ هاي كيلو وات. ما بصير تقول هيك 5 كيلو وات هذا غلط ما بصير تقول هيك كيلو وات غلط it should be small capital كيلو وات دائما الكيلو كيلو باسكال كيلو جول كيلو جول شايفين كيلو باسكال لاحظ دائما الكيلو وهي شغلات بالسمول don't use plural forms in abbreviation غلط 70 كيلومترز غلط 70 كيلومتر صح 70 سبيس كيلومتر ما بصير تجمع انت اليونت نفسها 10 كيلوغرامز هذا الحكي غلط it should be like 10 كيلوغرام that's it don't use multiple prefixes يعني كيلو سنتيمتر هذا الحكي غلط كيلومتر جرام غلط this is يعني obviously it's not correct تمام هذا غير صحيح إذن هاي عبارة عن some guide in order to know how to write the units. Okay or not? Any question? Right. Now we continue for the next slide. Okay, the Mars victim. Now we can skip this one. Sorry. طبعا في عنا اللي هي dimensional homogeneity. سؤال. إذا قلت لك ال velocity u تساوي u not اللي هي السرعة البدائية. الانيشال فيلوسيتي يعني باللغه العربيه بالانجليزي انيشال فيلوسيتي زائد جي ضرب تايم اي نو ذات ذس از كوركت اف يو تشيك ذا يونت وات از ذا يونت اوف ذا فيلوسيتي متر بير سكند وات از ذا يونت اوف انيشال فيلوسيتي يلا متر بير سكند اكزاكتلي ناو ذا يونت اوف ذا جرافيتي اكسلريشن متر بير سكند سكوير اذا انا اذا مش عارف القانون باي using logic of unit بعرف انه هاي multiply by time such that time in second بحيث تروح second مع second بصفي عندك متر بير second مع متر بير second so this is done okay وضحت الصورة ولا لا تمام you understand yes okay طيب خلينا ناخذ شغله هسه هاي قدامي شغله سأعطيكم اياها example مهم جدا جدا اللي هو اخر example في الكلاس very important تابع لهذا الحكي سأفرجيكم إياه بقول لك the distance equal the distance in feet equal 3 multiply by the time in second minus 4 السؤال الأول بدي أقول لكم إياه what is the unit of the time here second exactly What would be the unit of number 3 dimension? يلا 3 شو راح تكون؟ حدا بيعرف؟ feet per second. Exactly. إذا 3 راح تكون وحدتها feet per second. ليش؟ 3 feet per second ضرب second بيعطيني feet. شو وحدة الأربعة؟ dimension of 4 feet. Exactly. تمام؟ أوكي. طيب. إذا قلت لك في السؤال طلع إذا أنا خبرتك في السؤال for example يعني for example اكتب عندك for example find the distance after 3 minutes in meter حدا بيعرف يعملها يلا بتقول the distance يلا after 3 minutes شو تساوي يلا دي The distance بالفيت after 3 minutes تساوي 3 ضرب it should be in what in second شو راح تصير 60 ضرب 3 صح ولا لا مظبوط ناقص 4 مظبوط شو بيطلع الجواب 3 ضرب 60 ضرب 3 equal minus 4 equal بيطلع الجواب 5 3 6 شو وحدته feet صح now I would like to find it in meter. بقول 5 3 بعمل ايش؟ السلم اللي خبرتكم عنها. تمام؟ بجيب هنا.
اوكي صح ولا لا؟ ناو شو عندنا سنة؟ 5 3 6 ايش؟ شو اليونت اللي عندنا؟ فيت صح؟ بدي احولها لمتر. يلا 3.28 فيت شو يساوي؟ يلا شو يساوي؟ 1 متر اكزاكتلي. شو بيطلع الجواب عندك؟ بيطلع 5 3 6 my over 3.28 بيطلع الجواب. اذا الجواب النهائي بيطلع the distance after 6 minutes 3 minutes اللي هي 163.4 meter. You get the idea ولا لا لحد هسه؟ اوكي ولا لا؟ طيب الو تمام دكتور. انت بتعمل تجربه على هاي المعادله بتغير التايم بالمينت مشان طلع الدايمتر بالمتر. هل منطقي ظلك كل مره شو تعمل؟ تعمل كونفرجن وتغلب حالك؟ انا مره ثانيه التايم دائما يعطى بالمينت. It doesn't make sense اني دائما اغير التايم من 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 مينت لسكند بعدين اطلع الديستانس بالفيت ثم اعمل كونفرجن للديستانس فروم فيت تو متر. انا بدي اعمل من هاي اعمل وان فورمولا بحيث يكون كالتالي، بحيث يكون الدي بالمتر بالمتر تساوي اشي في التايم المينت ماينس سمثينج. يعني هاي عندك بي، هاي عندك ايش اي ملتبلاي باي ذس اي سوري. واضح ولا لا؟ مظبوط واضح. يو اندرستاند ولا لا؟ كيف بدي اشتغل فيها؟ طلعوا انا كيف اشتغلت هذا باي هاند احسن لكم تشوفوها بالحل. يلا انا بس اعمل اريز شو دقيقه بس. واضح الصوره عندكم مش واضحه؟ تمامك واضحه. الدايمتر بالفيت حسب السؤال شو يساوي؟ 3 ملتبلاي باي تايم ان سكند ناقص 4 صح ولا لا؟ مظبوط. هدفي شو اعمل؟ اطلع الدايمتر بالمتر. شو كيف بدي اعمل فيه؟ باخذ الدايمتر بالفيت بقول الواحد متر شو يساوي؟ 3.281 فيت صح ولا لا؟ فيت نحو فيت مظبوط ولا لا؟ طيب اذا الدايمتر بالفيت شو تطلع تساوي؟ اضرب هاي في هاي 3.281 ملتبلاي باي دايمتر بالمتر. خلاص؟ اوكي ولا لا؟ تمام. بتيجي على التايم. انا بدي اياها بالمنت، التايم بالمنت شو يساوي؟ التايم في السكند ضرب ايش؟ الواحد منت شو يساوي؟ 60 سكند. اكزاكتلي، سكند ما سكند بروح مظبوط؟ اذا 60 ملتبلا باي التايم بالمنت شو بيعطينا؟ 60 تايم بس بالمنت. معادلة واحد، معادلة اثنين عوضن في المعادلة الرئيسية. يعني حط محل دي فيت 3.28 دي متر، صح ولا لا؟ هيا محل دي فيت دي ان فيت شو بتحط؟ 3.281 دي متر ان متر، مظبوط؟ تمام ماشي، زائد 3 زي ما هي. شو محل التايم بالسكند؟ 60 في التايم، صح ولا لا؟ تمام. ناقص 4 قسم على 3.281 صف عندك الدايمتر بالمتر تساوي 3 ضرب 60 تقسيم 3.281 بيعطيك 54.86 ناقص 4 تقسيم 3.281 بيعطيني ناقص 1.22 واضح؟ تمام مظبوط ولا لا؟ اذا مظبوط. اذا انا حولت الفورمولا من كونها الدايمتر بالفيت التايم السكند الى دايمتر بالفيت بالمتر والتايم بالمنت. وضحت العمليه كيف حولتها؟ اوكي ولا لا؟ تمام؟ مشان اتاكد لسه حلينا السؤال وطلعنا اذا افتر 3 مينت كم متر عندك؟ طلعناه ولا لا؟ صح ولا لا؟ هيو افتر 3 مينتس عوض طوالي 54.86 ملتبلاي باي 3 ماينس 1.22 اعطاني 163 اللي احنا هسه طلعناه.
حلينا هسه؟ صحيح مضبوط هسه حلينا. تذكر لا يا اندرستاند ولا لا؟ شباب اكيد وصلت الفكره ولا لا؟ ان شاء الله. طبعا من الملاحظات اللي قلنا عنها دائما جوا اللين او اللينك شو بيكون اليونيت دائما شلس صح ولا لا؟ اكيد احنا ملاحظات خبرنا عنها الكلاس الماضي انه في عندك جوا هذا بيكون دائما شلس. ما يحل السؤال شايفين كيف حلينه؟ انا حله بالارقام 54 بوينت سمثينج يعني نفس الحل بس انا حله ايش؟ حله بدقه اكثر نفس السوليوشن تمام؟ اوكي لحد هسه شباب يو اندرستاند الايديا ولا لا؟ بليز فهمتوا الايديا ولا لا؟ تمام؟ طيب ليش الثاني كمان نعمل دبل تشيك مره ثانيه قلنا احنا انه جوا الاكسبوننشال جوا اللين دايمنشنلس كلياته 20000 على 1.987 بنشوف الكلفن دايمنشنلس يعني ال 20000 على ال 1.987 راح تكون وحدتين ايش؟ كلفن عشان تروح كلفن مع كلفن يوصل في دايمنشنلس ونحط ولا لا؟ تمام as long as the exponential is dimensionless اذا وحده الكي راح تكون من نفس وحده ال 1.2 في 10 اخوه 5 اذا الكي وحدتها مول بير متر سنتيمتر كيوب بير سكند ال 1.2 ملتبلاي باي 10 to the power 5 شو اليونت تبعتها؟ يلا مول بير سنتيمتر كيوب اكزاكتلي طبعا الكلاس الجاي راح يكون في عندنا كويز على تمام ان شاء الله اوكي مين عنده سؤال على النت؟ مين عنده سؤال على النت؟ اللي عنده سؤال يسأل؟ الو؟ طيب now we start with lecture number 4 numerical it's very important هسا مين عنده سؤال على النت لازم نتحرك؟ يا شباب مين عنده سؤال؟ الو؟ الو؟ خلص تمام شكل المشهد عنده سؤال دكتور هسه نيجي على اول شيء بهمنا بالنيوميريكال هسه الشابتر هذا عن النيوميريكال اول شيء بهمنا كيف احنا نعمل اكسبريشن على شو اسمه للنمبرز اند ساينتفك نوتيشن الساينتفك نوتيشن فيري امبورتنت يعني عارفينها انتو جاست تو دبل تو يعني ريفيو ات كم صفر عندي انا؟ 6 صفار مع خانتين صار 8 صار 1.23 في 10 اخوه 8 او زي على الشمال 1.23 في 10 اخوه 9 واضح ولا لا؟ تمام 23 10000 شو بتصير؟ 2.8 كم عدد عندك؟ 1 2 3 4 5 2.8 في 10 اخوه 5 ناقص 5 عفوا او 28 في 10 اخوه ناقص 6 واضح ولا لا؟ طبعا في اللي راح تاخذه ليتر ان شاء الله سيميوليشن بالسنه الرابعه الهايسز السوفت وير الات حاسبه راح تشوفوا انه 23 في 10 قوه ناقص 6 او 2.8 في 10 قوه ناقص 5 مكتوبه هيك 2.8 اي ناقص 5 هاي نفسها هاي ايوه في كثير الناس بيربزوا لهم اي ناقص 5 اي ناقص 5 يعني في 10 قوه ناقص 5 واضح ولا لا؟ حدا عنده سؤال على scientific notation؟ تمام بليز حاول انك انت دائما تعمل اكسبريشن للنمبر تبعك using the scientific notation هسه في عندنا some value شغلات يعني result validation مثلا example يعني انت حليت two linear equation with two unknowns n1 plus n2 equal 5 n1 minus n2 equal 1 ايوه بتعوض انت لحل هسه مثلا n2 شو تساوي؟ 5 ناقص ان 1 بتعوضها تحت بتحل معك ان 1 تطلع 3 ان 2 تطلع 2 اعمل ماكس اتاكد من حلك 3 زائد 2 يساوي 5 3 ناقص 2 يساوي 1 اذا الحل صح هذا بسموه دائما بسموه ريزلت فاليديشن تاكيد النتائج تاكيد انه حلك صح ولا غلط الفاليديشن معناتها تاكيد انا بدي اعمل فاليديشن تاكيد لحلي دائما اعمل فاليديشن لحلك واضح شو معنى فاليديشن ولا لا؟ اوكي؟
تمام. طيب انا عمليه الاوردر اوف ماجنيتيود بدي اقرب انا الارقام. في طلاب مشاريع واحد واثنين دائما بقع بهاي المشكله، اللي هي المشكله اللي بقع فيها انه مثلا بيطلع معاه فور اكزامبل، طلع علي بيطلع معاه انه المربح المصنع ربح مثلا 5,998,720.65 دولار. يعني it doesn't make sense انك تقول المربح المصنع عفوا ربح معك 5,989,720.65 دولار. هذا الحكي غلط. عملية تحط الرقم بالشكل هذا، هذا الحكي ما بصير، ما بصير. يعني it doesn't, it's not accepted انك تحطه في الريبورت. هسه ال 5,989,720 ممكن اقربها لايش؟ 5 مليون هيك 5.9 في ايش؟ في 10 قوة 6. مضبوط ولا لا؟ تمام خلص 5.989 في 10 قوة 6 صح ولا لا؟ هذا احسن شيء. 5,999,000 يا اقربها ل 6 مليون ابروكسيماتلي، او ان اقرب اقول شو تساوي؟ تساوي مثلا 5.989 او 900 5.989999 E6 احسن شيء. يعني ممكن لاحظ تكتب هيك الرقم غلط، هيك اوكي بس هيك احسن لسه 6 × 10 قوة 6. هيا نشوف اكزامبل. طلعوا لو تقسم هسه انت 36,920 ضرب 0.0624 اوفر 0.0478 بيطلع معك جواب 4.79 × 10 قوة 6. تمام ولا لا؟ شو رايكم؟ احسن ايش تقول 4.8 × 10 قوة 6 صح ولا لا؟ لحالك 4.8 × 10 قوة 6 او 5 × 10 قوة 6. شو عمل هذا؟ عمل ايش؟ تقريب لا ال 36,920 شو قربها؟ 3.6 × 10 قوة 4. طبعا بتعرفوا اعلى من 5 بتقرب صح؟ شو بيطلع التقريب تبعها؟ 4 × 10 قوة 4. مزبوط ولا لا؟ مزبوط. اخذتوه بالصفوف الابتدائيه. هاي شو بتطلع هاي؟ يلا هاي شو بتطلع؟ الو 3.672 اكسبريشن ايش؟ 4 مزبوط. اوكي تمام. يرفع ايده يعني سؤال. تفضل تفضل بروج. بروج تفضلي رفع ايدك. الو قريب. فهي قربها ل 4 × 10 قوة 4. هاي 6.24 × 10 قوة ناقص 2 قربها ل 5 × 10 قوة ناقص 2. هاي قربها ل 5 × 10 قوة ناقص 4 بيطلع لك مع الجواب. هي عباره عن عمليه تقريب، لكن الافضل انك انت تقرب حسب ما هو مطلوب منك. 2 فيجرز ولا 1 فيجر ديبندز. هذا في عندك اوردر فاجيت. واحد حكى لك اقسم لي واحد تقسيم، طلع بشكل سريع بس قال لك واحد اعمل لي قسمة واحد على 4.13 زائد 0.04762. طبعا مشان السرعة بقول ال 0.04762 تقريبا زيرو صح ولا لا؟ بشيل ال 0.13 واحد 4.25. الجواب الحقيقي لو قسمتها بالآلة الحاسبة يطلع معك 0.239. انت عملتها roughly as order of magnitude طلعت معك 0.25. شلت هاي ابرشمت لزيرو والبونت 13 قلت 1 على 4 تقريبا ربع صح ولا لا؟ ربع مزبوط. اوكي ولا لا؟ هاي بسموها ايش؟ الاوردر اوف ماجنتيود يا شباب. اوكي ولا لا؟ تمام دكتور تمام. هسه في عندك شيء بسموه does it make sense. هاي كمان للامانه الانجليز عرفوها اللي هي بس يجيك رقم انت as يجيلك سنس بليز اعمل تشيك على الرقم مش على الفيزيكال مينينج له. يعني في طلاب مشروع اثنين واحد يطلع الفيلوسيتي
تساوي طلع دول بايب تساوي 20 10 قوة 6 الحمد لله متر بير سكند. السرعة جوا البايب 20 مليون متر بير سكند. Does it make sense؟ هل هذا منطقي؟ لا. منطق هذا الحكي؟ لا لا. أيوة أنت بس تحل دائما الرقم لازم تفهم معناه. واحد يقول لك التانك قطره 500 كيلومتر. عمرك شوف التانك الدايمتر له مسافة بين إربد والعقبة. This number doesn't make sense. واضح ولا لا؟ بقول لك مصنع كبير مصنع ضخم بنتج شامبو مثلا بنتج واتيفر بنتج 5 طن المصنع التانك تبع الفيد فيه 2 متر مكعب. شو 2 متر مكعب؟ خزان مية. ما هذا مصنع بنتج قاعد 2 طن تقول لي خزان تبعه 2 متر مكعب؟ إذا عندك غلط في الحل. خلص حلك لازم تعمل تشيك على الفيزيكال مينينج للرقم. هل الرقم does it make sense or لا or not. A tank made of steel طلع ما عندك تانك مصنوع من الستيل تمام درجة حرارة هاي المادة 1550. هل هذا معقول؟ لا غير معقول لأنه الميلتينج بوينت للستيل 1535. إذا حطيت في مادة درجة حرارتها أعلى من هيك بذوب. إذا هذا الحكي غير منطقي بدون ما أعمل حسابات ولا إشي. واضح ولا لا شباب؟ سؤال في حد عنده سؤال الآن؟ فلازم أنت يكون عندك سنس في الحل. مين عمره شاف عمود التقطير؟ ألو 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 شباب ألو هذا دكتور معك بس لا شكرا. عمود التقطير اللي بيكون في مصفات البترول اللي بيكون في مصانع سيبريشن يعني بتعرف العمود بيكون طوله 9 متر قطره نص متر قطره 0.5 متر 1 متر. مرة واحد حل عمل ديزاين لعمود تخطيط ديستريشن طلب طلع معاه طول العمود التخطيط 2 سنتيمتر والدايمتر له 2 كيلو. عمرك شفت ديستريشن طلب الدايمتر له 2 كيلو وطوله 3 سنتيمتر؟ ايش ما رديت العين؟ نعم ايش ما رديت العين؟ سامع الو الو معك مهندس معك هسه نيجي على السامبل مين. شو على مين؟ يلا حدا يعرف شو على مين؟ الافرج يعني تمام افرج يعني كيف معنى افرج؟ هسه انا عندي تفاعل طلعت كونفرجن اكس رقم. شو حدا يعرف شو على الكونفرجن؟ الكونفرجن مثلا تفاعلت مادة ايه ماشي اتفككت مشان تعطيني ايش؟ مشان تعطيني بي. تفاعل ايه بيعطيني بي عايز تقول لا. اذا تفاعل 100 مول من ايه اعطاني 80 مول من بي. طور طب وين راح ال 20؟ ال 20 تبعون ايه؟ طلعن ايش؟ يلا طلعن غير متفاعلات ما تفاعلنش تمام ولا لا؟ تمام. فمن نحكي الكونفرجن 80% يعني 80% من المادة تفاعلت و 20% ايش؟ ما تفاعلت. فالمهم عملت انا هاي التجربة. اول تجربة طلع معي x 67.1 الثانية 73.1 السابعة 69.4 العاشرة 70.2 زي على بعض الطلاب يعني من فوتات. اذا كل دقيقتين انا بسجل ايش؟ بسجل اكس عن طريق انالايزر. فطلعت معي هاي الداتا. السؤال اللي عندي انا السؤال اللي بطرحه عليك what is the true value of x؟ اي واحد اكس صح؟ يلا هاي ولا هاي ولا هاي ولا هاي؟ بدك تاخذ الافرج تبعتي صح ولا لا؟ اكيد اكزاكتلي يو نو واتس ذا مينينج اوف افرج صح؟ فبتاخذ كم عدد القراءات اللي عندك؟ داتا 1 2 3 4 10 صح؟ فبتجمعها كلها تتقسم على ايش؟ على 10 مظبوط اكزاكتلي بتطلع اللي هو بنسميه الافرج او المين بعلم الاحصاء. سو هاي المين مجموعهم تقسيم عددهم ان نمبر اوف سامبل مجموعهم
692.9 على 10 بيطلع معدلهم 69.3 and this is well known. الكل بيعرف هاي الشغله ما بدها شطاره صح ولا لا؟ تمام؟ واضح؟ اذا تمام مجموع الريدنج مجموع القراءات اوفر النمبر بيعطيني الافرج. لو تعمل رسم بياني لهم حط اول رن هاي اكس معك 67.1 القراءه الثانيه اكس 73 اب تو ريدنج نمبر 10 طلعت معك اكس 70.2 الافرج كم طلع معك 69.3 بترسم خط احمر شفته هذا هو ايش الافرج المعدل تبع الوسط الحسابي المعدل المين السام بالمين واضح ولا لا؟ تمام هسا الفرق بين اعلى نقطة شو اعلى نقطة عندك؟ يلا 73.1 تمام شو اقل فاليو؟ 67.1 اذا الفرق بين 67.1 and 73.1 بيعطيني الرينج هذا بنسميه احنا الرينج شو الرينج اوف ذا داتا ذا رينج اوف ذا داتا رينج الداتا رينج اللي هو الماكسيمم ريدنج ماينس المينيمم ريدنج هذا بنسميه احنا ايش بنسميه الرينج واضح ولا مش واضح شباب تمام الرينج هيو الاكس ماكسيمم ناقص اكس مينيمم اللي هي هاي طبعا هاي تجربة ثانية هاي اللي على اليمين شيء ثاني احنا خلينا على الاولى هسه 78 لا وين راحت اكس ماكس ناقص اكس فيها الرينج الرينج طبعا هاي لقراءات ثانية مش زي اللي عندنا هذا اللي عندنا طلع معنا الرينج كم قلنا اللي هو 69.3 وش عملنا هذا نقربه ل 70 70 عينتي ولا لا؟ اوكي ما عندك المهم هذا تعريف الرينج هاي الرينج لقراءات ثانية يعني هذا سؤال خلاص خلصنا منه هذا امثله على سؤال ثاني شو معنى الرينج هسه الرينج هنا شو يساوي الرينج هنا اعلى قراءه ناقص اقل قراءه الرينج الرينج هنا اقل الرينج هنا قديش 43 كثير عالي الرينج هنا عندنا الرينج في سؤالنا قديش كان يساوي يلا الرينج في سؤالنا قديش يساوي الرينج عند الرينج هنا شو يساوي يساوي 73.1 ناقص 67.1 صح ولا لا شو يساوي يطلع عندك